دلال عبد العزيز تكشف سبب رفضها لمسلسل ملوك الجدعنة خفتي من الكورونا. شاهد فيديو رقص ليلى علوي الذي أثار غضب متابعيها اللي احترام لروح دلال عبد العزيز. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شقيق سمير غانم أول زوار دلال عبد العزيز في الجمعة الأولى بعد وفاتها. وصل منذ قليل حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم وبصحبته شقاه إلى المقابر لزيارة قبر الفنان دلال عبد العزيز، وظل بالمقابر لأكثر من ساعتين يقرأ القرآن. حسام غانم لم يتغيب عن قبر شقيقه طوال أيام الجمعة السابقة، وبعد وفاة الفنان دلال عبد العزيز كان هو أول الحضور لقبرها، وسدت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وخارجه بعد رحيل الفنان الكبير دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما بعد ركودها في المستشفى قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان سلبية المسحة، ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزنا كبيرا لدى جمهورها في الوطن العربي. يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة واكتشفها نور الدمرداش، ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور. حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأيضا ليسنس الأداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الأداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون. حكاية سلسلة خلدت صداقة الثلاثي دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ومرفت أمين. عام 2011 قدم الثنائي مرفت أمين ودلال عبد العزيز برنامجا تلفزيونيا باسم مساء الجمال مع مرفت ودلال، وفي احدى الحلقات استضافا رجاء الجداوي، وفي مشهد في البرنامج تحدث ثلاثة عن سلسلة يرتدوها. ولكن بعد رحيل ضلعي مثلث الصداقة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي سوف تظل السلسلة شاهدة على صداقة الثلاثية. وقالت الراحلة رجاء الجداوي: احنا ثلاثة تملا وثلاثة نزعل قوي، لو بقينا اثنين والسلسلة دي على قلبي دائما. وهي فكرة دلال عبد العزيز جابتها لينا في عيد الحب وعملتها لينا احنا الثلاثة، ربنا ما يفرقش بينا ابدا، وفيها عين زرقاء في النص وعباره عن قلب مكتوب اول حروف من اسمائنا، ولو واحده لبستها والتانيه مش لابساها الكل يفتكر بنلبسها سوا. ورحلت الفنانه دلال عبد العزيز السبت الماضي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دام 3 أشهر. وكان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه. وكانت النجمه دنيا سمير غانم قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب اسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور في مصر والوطن العربي أصبحوا أهلها وإخواتها بعد مساندتهم لهم. وقالت دنيا عبر حسابها على إنستغرام: شكرا لكل الناس اللي بتحبنا واقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا، ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا ما بقاش جمهور بنقدم له أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعوتهم كلها بتوصلنا وتابع الدنيا. شكرا لكل اهلنا واخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظكم لحبايبكم، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم. مرفت امين تحكي سخرية سمير غانم من ملوخية دلال عبد العزيز. من هواية النجمة الكبيرة مرفت امين هو الطهي واعداد الطعام، ولكن صديقتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز كانت لا تجيد الطبخ، ودائما قبل الوقوف في المطبخ تحدثها لأخذ الوصفة. وفي أكثر من برنامج تلفزيوني تحدثت مرفت أمين عن عدم إجادة دلال الطبخ. وقالت مرفت أمين إن دلال في مرة قررت أن تصنع ملوخية واتصلت بها وأخذت منها الوصفة، وأثناء وجود دلال في المطبخ اتصلت بمرفت لتسألها عن شيء ولكن لم تستطع الرد عليها، حيث صنعت دلال ملوخية صفراء وسخر منها زوجها الفنان سمير غانم وابنة أمية. خلال حوار سابق لبرنامج صاحبة السعادة كشف سمير غانم عن عدم إيجاد زوجته للطبخ. خلال حوار سابق لبرنامج صاحبة السعادة كشف سمير غانم عن عدم إيجادة زوجته الطبخ، وتحدث عن طريقة أكل دلال الحمام في مسلسل الناس في كفر عسكر: هي تاكل حلو قوية
لكن ما تطبخش، مضيفا أنها ذات مرة بعد استشارة صديقاتها بمبدأ الاستعانة بصديقة طبخت الملوخية وطلعت صفراء. ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز السبت الماضي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دامت لثلاثة أشهر، وكان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه. دلال عبد العزيز تكشف سبب رفضها لمسلسل ملوك الجدعنة خفت من كورونا. كشفت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أنها رفضت في البداية الاشتراك في مسلسل ملوك الجدعنة خوفا من الكورونا، وأضافت في لقائها مع برنامج اي تي بالعربي أنها رفضت العمل رغم إعجابها الشديد بالدورة ورغبتها في تجسيده إلا أنها خشيت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتابعت الراحلة دلال عبد العزيز أن فريق عمل المسلسل عرض الدورة على فنانة أخرى ولكنها اعتذرت بسبب الانشغال في عمل آخر، ومن ثم حاول صناع المسلسل إقناع دلال عبد العزيز بالموافقة على الدور، وهو ما حدث بالفعل. يشار إلى أن دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، وشيعت الجنازة وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن. اليوم 7 يرصد لحظة بلحظة أسرة دلال عبد العزيز تحيي الجمعة الأولى لها بقبرها. بث تلفزيون اليوم 7 تغطية خاصة عن الجمعة الأولى للفنانة دلال عبد العزيز في قبرها، وأجواء الزيارة الأولى لعائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المقبرة عقب الجنازة. في اليوم 7 حرصنا على الحضور لتسجيل هذه اللقطات في البداية، كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تم فتح المقابر انتظارا لحضور الدنيا وإيمي سمير غانم والمحبين والأصدقاء، وكان ملاحظ وضع لوحة رخامية جديدة بجوار اسم الفنان سمير غانم كتب عليها الفنانة دلال عبد العزيز. الفنانة دنيا سمير غانم كانت من أول الواصلين إلى القبرين، وحرصت على الجلوس أمام قبر والدتها وقراءة القرآن لها، كما قامت بالدعاء لها ولوالدها الفنان سمير غانم. لكن الفنانة إيمي سمير غانم طوال فترة تواجدنا لم تظهر أمام القبر، كما حضر حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم والذي لم يتغيب عن قبر شقيقه طوال أيام الجمعة السابقة، وظل على مدار الشهور الثلاثة اللي فاتت على وفاة سمير غانم حاضرا جمعة ورا جمعة يحرص على قراءة الفاتحة والدعاء لشقيقه. اليوم كان في مقدمة الحضور للمقابر ولاحظنا وقوفه بجوار قبر الفنانة دلال عبد العزيز والدعاء لها وقراءة القرآن. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل كان من الواجب إخبار الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.